كان خلاف داروين الأساسي في الديانة المسيحية بينه وبين الأسس والكلام ده كله، إن اللي هو سفر التكوين. سفر التكوين نازل بالتفصيل ممل للخلق، كل دقيقة فيه، بحيث إن هو في نص كده إن ربنا خلق جميع المخلوقات والنباتات والحيوانات، أو الحيوانات يعني الكائنات كلها، في اليوم الخامس والسادس، وخلقهم دفعة واحدة وغير قابلين للتغيير. فده معناها mutability of species، معناها ثبات المخلوقات. داروين قال لا، المخلوقات بتتغير. فهنا بيتكلم على immutability، ده قابل للتغيير. ده الخلاف الاساسي بتاعه. عندنا في الدين الاسلامي ما عندناش الاشكال ده، ما اعرفش دول هيجين علينا ليه، لان ما فيش عندنا نصوص في القرآن على هذا الكلام.